ودك تميز حديقتك بشيء جميل ويشابه النخيل؟ ودك تميز حديقتك وتزرع فيه عروس الحديقة؟ تابعنا وين؟ بأخضر. يقول لك الكرام بالهند يستخدمونه حق علاج اللثة والأسنان، لكن الكرام بنسوي منه عدة أشياء وبنطلع منه مبيد. تبي ألياف طبيعية؟ تبي معادن طبيعية؟ تبي فيتامينات وبروتينات؟ كل هذا موجود بالجبل. برنامج نبات في الأوقات التالية.